هذا وخرج العشرة من كسبة شباب ذي قارة في تظاهرة، وذلك المطالبة بحقوقهم ومنها التعيين وتوفير فرص عمل. خرجت مجموعة من كسبة محافظة ذي قار ومجموعة من الخريجين المهمشين الذين قامت على هاماتهم ثورة تشرين وانتفاضة تشرين، يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور وهي فرصة عمل، ولا زالوا يطالبون مطالبهم حقة وكافلها لهم الدستور. مظاهرتهم سلمية وستبقى سلمية، لذلك نطالب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتوفير فرص العمل إلى هذه الطاقات الشبابية وهذه الهامات التي كان تغيير العراق على هاماتهم. احنا عندنا قول الإمام علي عليه السلام يقول: عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه. الشباب طلعوا تظاهروا بمطالب سلمية دستورية، مطالب عامة منها تشغيل الشباب وتشغيل خريجي كل حسب اختصاصه، وطلعوا إضافة إلى هذا طلعوا على ناس الفضائيين متواجدين بشركات شركات النفط وشركات الحكومية الأخرى. محافظة ذي قار جاي تعاني من كثرة البطالة، يعني جيوش عندنا من العاطلين في المحافظة، المحافظة تعاني، يعني مدينة الناصرية أغلب شبابها هم خريجين كسبة، ناس يدورون يردون يعيشون، يعني اليوم الشاب من حقه اليوم يريد يبنى عائلة، يريد يتزوج، يريد يكون نفسه حالة حال بلدان، يعني احنا أغنى بلد وأفقر شعب بسبب سوء إدارة الدولة.